عموما للمزيد تنضم الينا في الاستوديو الاستاذه فرح مراد محلله اولى الاسواق الماليه لدى ايكويتي. مرحبا بك فرح. شكرا جزيلا. لنبدا بالارقام المرتقبه CPI من الولايات المتحده اخر هذا الاسبوع، ما المتوقع منها ومدى تاثيرها على ايضا توجهات الفائده؟ يعني نحن عم نحكي عن بندل من الأخبار خلال هذا الأسبوع، عم نحكي عن طبعا التضخم في الاستهلاك، عم نحكي كمان الناتج المحلي الإجمالي، عم نحكي عن مطالبات البطالة، كلها من الإشارات الرئيسية اللي عم يتبعها الفيدرالي. كنا عم نحكي عن قطاع التوظيف، لا يزال كنا عم نبلش نخاف من تراجع فيه، ولكن رجعت بيانات فرجتنا نوعا ما لا يزال قوي. هلا طبعا التضخم في الاستهلاك مهم جدا للفيدرالي، أكثر بكثير من التضخم اللي بيظهر بسبب التوترات الجيوسياسية، بسبب مشاكل الامدادات، لانه هذا الشغل الرئيسي اللي الفدرالي بيقدر يركز عليه بسياسته، هل انا قادر قلص الاستهلاك ام لا؟ فبطبيعه الحال مهم جدا نكون عم نراقبه، التوقعات عند 2.6، طبعا اذا جاءت مثل التوقعات الاسواق رح تاخذها بطريقه ايجابيه، قد نرى عوده اليوفوريا في الاسواق، انه الفدرالي رح يستمر يمكن بسياسه متساهله كمان او رح يقلص الفائده بوقت اقرب من المتوقع. يعني تعتقدين بأن هذا الوقت الأقرب المتوقع في سبتمبر، وما مقدار التقليص يعني الأكثر احتمالاً؟ يعني عم نبلش نشوف تحول شوي بالتسعير الأسواق، كنا عم نحكي عن لابد ان نكون عم نشوف تقليص في الصيف، هلا عم نحكي عن سبتمبر، عم نرجع عن بعد أكثر على ديسمبر، نرى بالوضع الحالي مع هالميكس داتا اللي عم تظهر قد نرى تراجع أكثر بيمكن بيانات العمل، وهذه من إشارات ما عم نراقبها كثير. حتى الاستهلاك نحن عم نشوف يمكن الاستهلاك قد جيد، ولكن إذا بتطلع قد عم نستعمل بطاقات الائتمان عم توصل للذروة تبعيتها، قديش قدرت كمان الأمريكي إنه يسدد كمان الكريدت كارد عم تكون كثير بعيدة تاريخيا، فقد يؤدي هذا الشيء كمان إلى تراجع الاستهلاك بفترة قريبة من بعد كمان في مرحلة الصيف. فأظن قد نرى فعلا توجه لتقليص مرتين هذه السنة، طبعا هالشي رح يعتمد على شكل رئيسي على التضخم وعلى الاستهلاك. طيب إذا ما انتقلنا إلى الأسواق الأمريكية والضغوط التي تعرضت إليها بعض الشركات التكنولوجيا بعد قفزات، يعني ما المتوقع خلال النصف الثاني؟ يعني ما كيف سيكون المسار خلال النصف الثاني؟ هلا طبعا في بيانات كمان رح تكون عم تحتم هذا الموضوع، ولكن اذا بنحكي عن الشركه بحد ذاتها، كنا التراجعات الاكبر كنا عم نشوفها بانفيديا كمان، ولكن كمان بعض الشركات اللي بتتعلق بالذكاء الاصطناعي، اللي بتتعلق كمان بالتكنولوجيا، كانت الخاسر الاكبر خلال يعني يوم امس ويمكن كمان يوم الجمعه. هذا شيء منطقي، نحن عم نحكي عن نوع من البابل كانت عم تنخلق فيه التكنولوجيا خصوصي في الذكاء الاصطناعي، كنا عم نشوف كوركشن فيه هو امر محتم، هالشيء ما بيعني نحن توجهنا يمكن الى موجه هبوطية، لا تزال كمان توقعات أرباح الشركة جيدة لهذا الموسم. وكمان لازم نتذكر الفالويشن تقييمه كان مرتفع جدا مقارنة، خلينا نعتبر بـ S&P 500، التقييم عن تقريبا 25%، كنا انفيديا فوق الـ 40%، فنكون عم نشوف كوركشن كان سيناريو الحالة الطبيعية. لا نزال نرى خصوصي كل ما نكون عم نشوف تكنولوجيا، كل ما نشوف الذكاء الاصطناعي عم يفوت على يمكن اندستريز ثانيين، كل ما نكون عم نشوف هالشركات عم تربح، والاهم انه ما كنا عم نشوف شركات او اندستريز اخرى عم تتراجع بشكل كثير كبير مثل الاي اي ومثل التكنولوجيا، فاظن قد يكون تصحيح مش بدايه موجه هابطه. نعم، طيب اخيرا وبشكل سريع، العوامل المؤثره على البيتكوين والعملات المشفره الان. يعني كمان بعض القصص الغريبه اللي عم نشوفها، كان في عنا علاقه وطيده جدا ما بين البيتكوين مثلا ومؤشر ناسداك، مؤشر التكنولوجيا وقطاع التكنولوجيا، عم نشوف انشقاق هال يمكن تحركات اللي كانت بتشبه بعضها، حتى التراجعات اللي كنا عم نشهدها على بيتكوين ما كنا عم نشهدها بشكل كبير كثير كمان على ناسداك. هلا طبعا كنا عم نشوف اوت فلوز، كنا عم نشوف من صناديق الاستثمار البيتكوين كان في ابتعاد عنا خلال الفتره الماضيه، فطبعا هذا الشيء كان رح ياثر على سعره. اظن من الناحيه الفنيه اذا بدنا نحكي نصل إلى مستويات قريبة جدا من دعم رئيسي، من موجة صاعدة كنا عم نشهدها منذ بداية 2023 لليوم، فقد تكون هذه المستويات قد تعيد شوي ارتداد لأسعار بيتكوين، نكون عم نشوفها هذا الأسبوع في مكان أفضل. فرح مراد شكرا جزيلا لك. شكرا لك.